اهلا احبائنا مشاهدينا. امبارح تكلمت عن ما هو يوم الخمسين، والحديث كل هذا الاسبوع عن الروح القدس، الروح القدس اللي حل يوم الخمسين. وقلنا انه يوم الخمسين هو واحد من الاعياد الرئيسية الرسمية لليهود، مثل عيد الفصح، عيد المظال، وعيد يوم الخمسين. وقلنا خمسين لأنه 50 يوم بعد الفصح، ويسمى أيضا عيد الأسابيع، حج شفعوت، أي 7 أسابيع، وبعد السبت بيكون الاحتفال في يوم الخمسين، فيسمى عيد الخمسين أو عيد الأسابيع. أيضا يسمى عيد الحصاد لأنه حصاد الحبوب والشعير بيكون بنفس الفترة، وعيد الباكورات بقدموا الغلات، وأيضا يسمى عيد الشكر. أما بالنسبة للعهد أو قبل العهد الجديد، بالنسبة للتقليد اليهودي بيتكلموا أنه عيد الخمسين كمان بذكرهم في إعطاء الرب موسى الشريعة، الوصايا 10 وقوانين أخرى بحسب سفر الخروج إصحاح 19. أما بالنسبة للعهد الجديد، يوم الخمسين هو بعد طبعا 50 يوم بعد قيامة يسوع المسيح، اللي هو فصحنا، إكمال العمل الكامل الفداء، وحل الروح القدس على الكنيسة الأولى. كان 120 شخص مجتمعين في العلية، ويعتبر عيد بداية الكنيسة وابتداء لعصر الكنيسة. اليوم رح أكمل حديثي عن الوعد بمجيء الروح القدس. وعاوز أقول أحبائي إنه الروح القدس ما هوش مجرد تعليم فقط في العهد الجديد، فالروح القدس هو شخص في واحد في الجوهر، في اللاهوت مع الآب والابن. الروح القدس المنبثق من الآب اللي الرب يسوع سماه أو يقول عنه روح الحق، وله أسماء كثيرة: الشفيع، الملازم، المعزي. وأيضا الروح القدس هو الذي يعلم، هو الذي يذكر ويرشد إلى كل الحق، وهو الذي يبكت على خطية، والروح القدس هو الذي يقود الإنسان إلى يسوع المسيح. بيبتدي بعمل التبكيت، ثم يخترق الكيان، لأنه الخلاص هو عمل إلهي بقوة الروح القدس بيسكن فيها. وأيضا هذا الملء بيستمر في حياة الشخص الذي بفيض في داخله أنهار مياه حية. الروح القدس معروف في صفحات العهد القديم، من بداية سفر التكوين بيتكلم عن الروح القدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، فروح إلهيم مرحفت على البني تهوم هماين. كان روح الرب يرف على وجه المياه. فبتشوف عمل الروح القدس في الخلق، يشترك في الخلق. وأيضا بتشوف هذه الآية خلال العهد القديم كيف الروح القدس بيشترك في الخلق. والروح القدس كان يحل على بعض من رجال الله اللي يقوموا في مهمة خاصة أو مناسبة خاصة بقوة حضور الله من خلال الروح القدس. روح الرب حل على شخص، والله بيستخدم هذا الشخص في عمل معين. لكن الوعد أحبائي بتشوفه ضمنا في صفحات كثيرة في العهد القديم. الرب يسوع لما اقتبس: روح الرب علي لأنه مسحني، وهكذا بيتكلم عن روح الرب في آيات كثيرة. لكن راح أقرأ قراءتين في العهد القديم، الوعد بمجيء الروح القدس، ثم أنتقل إلى العهد الجديد. في سفر إشعياء إصحاح 44 في آية 3: لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك. فإذا بيتكلم عن الماء
وبيتكلم أسكب روحي على نسلك. ومنشوف أيضا في سفر النبي يوئيل في إصحاح 2 في آية من آية 23 مكتوب: لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. طبعا هو بيتكلم برضو عن يوم الخمسين اللي فيه فيض من الغلة من الباكورات ومن الحصاد ومن البركات بسبب المطر المتأخر. وبيكمل بيقول: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. في آية 28 مكتوب: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطي عجائب في السماء والأرض. ومنشوف في العهد الجديد يوحنا المعمدان يتنبأ عن مجيء الروح القدس. عندما سألوا يوحنا: أنت المسيح؟ أقر وقال: لست أنا. وبعدين اتكلم عن يسوع المسيح. هو قال: أنا أعمدكم بماء، لكن الذي يأتي بعدي اللي كان قبلي هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. والرب يسوع كان مدرك هذا الأمر كل الإدراك، كان يدرك أنه لازم الروح القدس يعني يجي في حياة التلاميذ. في يوحنا إصحاح 14 إصحاح 15 وإصحاح 16 منشوف أنه الرب كمان وعد مش بس ببناء الكنيسة، وعد بمجيء الروح القدس، وتكلم عن الروح القدس مثل ما تكلمت عن المواصفات، أنه رح يكون معكم، رح يكون الشفيع، رح يكون المعزي، رح يكون الملازم، يمكث معكم. ثم قال يسوع: خير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. بيتكلم عن الروح القدس، ثم يقول الروح القدس هو الذي يبكر ويمكث فيكم ومعكم إلى الأبد. فإذا من هنا نستطيع أن نستنبط الروح القدس ليس إنسان، وليس مجرد تأثير أو فاعلية، وليس مجرد مثل ما بقوله في الإنجليزي ghost، يعني زي كأنه خيال أو وهم أو شبح، وليس هو الملاك جبرائيل أو أي نبي. الروح القدس هو شخص كما مكتوب عنه في الكتاب المقدس، له الصفات الإلهية والأعمال الإلهية والطبيعة الإلهية والجوهر الإلهي والعمل الإلهي والأسماء، يعني كله مثل ما مكتوب عن يسوع مكتوب عن الروح القدس. فإذا الله موجود، يعني له وجود ذاتي، ناطق بكلمته اللي هو المسيح كلمة الله الحية، وحي بروحه إنه الروح القدس. كما أن الإنسان جسد ونفس وروح لا تستطيع أن تفصل، فهكذا اللاهوت أحبائي أو الثالوث نرى إنه الآب يعني موجود، له وجود ذاتي، والمسيح هو كلمة الله، والروح حي بروحه. فإذا الروح القدس حي واحد في الجوهر مع اللاهوت، وهذا لا يناقض هذا التعليم. فإذا الروح القدس أحبائي تنبأ عنه في العهد القديم، تنبأ عنه يوحنا المعمدان، تنبأ عنه مجيء المسيح، وحتى بعد قيامة يسوع المسيح طلب من التلاميذ أن يذهبوا إلى أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وفعلا أحبائي التلاميذ أطاعوا الرب وكانوا في العلية وما حول العلية 120 شخص ومريم أم يسوع،
وبعد 10 أيام يعني في اليوم 50، في اليوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، وكان في ألسنة من نار. النار قلنا امبارح ترمز إلى حضور الله اللي استقرت على المؤمنين، إنها نار القداسة، نار الرهبة، نار التطهير، استقرت على التلاميذ وكانت علامة واضحة. وتغير كل شيء، ابتدأت الكنيسة وانطلقت الكنيسة وذهبت الكنيسة وأرسلت الكنيسة، وأخذت خلال 25 سنة معظم العالم القديم، 3 قارات، آسيا، أوروبا، وأفريقيا، مش بقوة الذراع ولا المنطق ولا العلم ولا الفلسفة ولا السيف ولا العنف، لكنها بقوة حضور الرب خلال عمل الروح القدس في حياة الناس. فالروح القدس هو شخص، بيتكلم عنه انه شخص كمان حساس، له الانتلكت، عنده الذكاء، عنده الارادة، عنده المشاعر، عنده الفكر، وبيتكلم. ويعني حتى الكتاب، لانه شخص، بيتكلم انه ممكن انه شخص يكذب على الروح القدس، ممكن يجدف على الروح القدس، ممكن يقاوم الروح القدس، ممكن يجرب الروح القدس، يمكن يحزن الروح القدس، ويمكن يطفئ الروح القدس. لكن الروح القدس أحبائي يملأ المؤمن فتفيض حياته، كما أن النهر يفيض في حياة الإنسان وأنه فعلا يتدفق في حياة الإنسان، هكذا عمل الروح القدس يفيض في حياتنا. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى عمل الروح القدس، ورح نكمل خلال هذا الأسبوع. بكرة عندنا البث المباشر، رح يكون لايف طبعا كمان على الفيسبوك وعلى القناة الفضائية قناة الحياة. لكن بعد بكرة الساعة يعني 3 بتوقيت تورونتو كندا، توقيت القدس يعني 9 مساء أو 10 مساء، توقيت القاهرة 8 مساء، بنعمة الرب رح نكمل إنه يسوع أيضا كان ممتلئ من الروح القدس. ونستمر في هذا الأسبوع لماذا نحتاج الامتلاء من الروح القدس. بصلي إنه تكون رغبتك، شهوتك، اشتياقك لعمل الروح القدس، لأنه كل شيء بيتغير بقوة الروح القدس. شارك هذا التأمل وبحب أسمع منك. الرب يباركك ويكون معك.